السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما اندى وديشينا شرفت له كحران جنال كينا محيط هاي سببتا او رسول كينا محمد عليه الصلاة والسلام انو قد جي ان ان عاينو شيطان كايو ان ان لعند نولا بذبا مركي او الله سبحانه وتعالى ابو ري ابونا ادم عليه السلام ايوحو ملائكتك امري ان اي السجودان ادم مركاس بي لمانتو دو او دا سجودين مركي لغربو ابليس كا او ديدي او اسكالويني سيي او اللنا سبحانه وتعالى ككفريي مركاس بو الله سبحانه وتعالى إبليس ككل عنا دي كتاب كيسا وحونا كفوغيي نحريس تيسا وحونا كسفيي إن أيهي مدل لعنا دي أو رجيم وحونا مالن كقيامها نقندونا مدل قفوغيو الله سبحانه وتعالى نحريس تيسا إيو جنة ديسا اللنا وحو يري سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إن يدعون من دون الله إلا إناثا كوا مشركين تأه وحي الله سبحانه وتعالى سكذي سعابديان أسنام إيا أوثان آنان وحبا أترين أو وحبنا آنان كتلبكرين وإن يدعون إلا شيطانا مريدا سيدوك لوحي عابديان شيطان الله سبحانه وتعالى كم ذحأتك هذي أو فسهادك إيو وحفسهاد انتبك قاري حد آد أسريا لعنه الله وحو الله سبحانه وتعالى شيطان ككفغيي نحريس تيسا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مركاس بو شيطانك وحو يري وحان أدو مدى ذكي لندونا أما كسميسن دونا قيب أنيغ إراعدا أنيغ قول أهان إيو عمل أهان بكذن دونا سيدوك لألي وحير سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وحو الله سبحانه وتعالى شيطان ككيري كبح جندا أذيقو حتى هاي مد رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وحان الدش هذا أهادي لعنت ديد إلا يمالك قيامها وحيدت فربذن او انغا مد احسميان اما اي كلقاقان ان اي عايان اما اي لعندان شيطانكا تاسنا وحي كمتهي وحيابه او انغا ريبي نبيغينا محمد عليه الصلاة والسلام مركو قفك بني آدم كأه او عايو اما او لعندو شيطانكا شيطانك واو كبرا مركاس بو انتو اسلوينا دو وليبا كفرحا بلسه مركي لا اسكن رؤو الله سبحانه وتعالى لا اسغم غنغلو اسلام مركي بشيطان كو او دونتا او سدغدغ اه ايو كو عررا سداس درتيدا ايو رسول كان محمد عليه الصلاه والسلام انغو امري ان ان شيطان كا اسكن نارنو او ان الله سبحانه وتعالى اسغم غنغلنو بدل كا انتان عين لهن اما ان لعنه لهن شيطان كا مالين مالمها كمد اه او صحابي كمد اها صحابدي نبيغ عليه الصلاة والسلام او نبيغ اكتي سا دمير كيسا دوش او غفولا يي ايو وحو كدعي دمير كيسا مركاس بو صحابي غاس رضي الله عنه وحو يري خسي الشيطان مركاس بو رسولك عليه الصلاة والسلام انتو سو ايغي كيري سيداس ها أورانين محايا لي مركاد عايسو أيو شيطانكو إسلوينا دا إلا أو قري لأكادو
intu isla weynaado ayuu wuxuu yiraahdaa, saracatuhu biquwati, xooggayga ayaan ku maquuniyey. Balse waxaad tiraahdaa bismillaah, maxaa yeelay markaad bismillaah tiraahdo ayuu yiraahdaa ilaa uu ka noqdo sida tixsiga oo kale. Sababtaas darteeda ayuuna nebigeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam inooga reebay in aan cayno shayطaanka. Sidoo kale waxaa ziyaadda shayطaanka dhagartiisa mar walba oo aad cayso ama aad lacnado. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة صحابي جليل أه أولوغ مقعاب أبي الدرداء يوحو يري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي rasuulka alle ayaa kacay sallallahu calayhi wasallama isagoo salaad tukanaya, fa samicnaahu yaquul, markaas baan waxaan maqalnay isagoo dhahaya acuudu billaahi mink, alle ayaan kaaga magangalay. Thumma qaal, kadibna wuxuu yiri alcanuka bilacnatillaahi thalaatha, wuxuu saddex jeer yiri alcanuka bilacnatillaah, waxaan alle subxaanahu wa tacaalaa weydiisanayaa in uu ku lacnado ama waxaan isaga ka fogaynayaa alle subxaanahu wa tacaalaa lacnadiisa. Wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam saxaabadiisa ugu naseexeeyey ama uu ugula taliyey in ay shayطaanka iska naaraan oo ay alle subxaanahu wa tacaalaa isaga magangalaan. Allena wuxuu yiri subxaanahu wa tacaalaa وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ نبي محمد هدي عرو أي كا أسيبتو شيطانك أما آدارينتو وسواس كيسا إيو إن أو خيرك كن عسين أيو أو شرتك قد رجلين أيو فاستعذ بالله أل سبحانه وتعالى حقي سأولا بو إساقم جنجل إنه سميع عليم ألا سبحانه وتعالى وامد مقل يقول والباء أما هذا والباء أو سيدو كالنا أوغ فعل والباء أما وح والباء أو لسميو وحو ألا سبحانه وتعالى إن أمري إن أن شيطان كإساق أوغا مغنقلنو إساقونا كل عنا ذي قرآن كيسا كريم كالحدي سأو كيري وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Sidoo kale wuxuu yiri Alle subxaanahu wa tacaalaa in yadacuuna min duunihi illaa inaatha wa in yadacuuna illaa shayطaanan mariidan lacanahu اllah. Alle ayaa lacnaday subxaanahu wa tacaalaa sabab jirta awgeeda ayuuna rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam inooga reebay in aan lacnadno. Innaga la inama farin in aan lacnadno shayطaanka, balse waxaa la ina faray in aan Alle subxaanahu wa tacaalaa isaga magangalno. Fanacuudu billaahi tacaalaa min ashayطaani arrajiim. Haada wallaahu tacaalaa aclaa wa aclam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا شرفت له فضلا ها إلو بنا موقالك إن أد لايك سارتان أو أد لسي وذاكتان أصحابتينا. Haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.